مرحبا الله حبايبي، أهلا وسهلا بكم أخواني مع قناة ماجد. اليوم راح نلعب سنايبر شوتر 2019، إن شاء الله تفوز اللعبة على إعجابكم. Hold your positions. بداية طبعا ما لعبت أنا ولا شيء، جاي من اللعبة يقول لي هذا الناظور مالك ويجي تتحرك يمين يسار وهاي تطلق. طبعا مبروك، قول نيكست، جيت الورد مكافأة. أنا ذهب، شو ذهب؟ يقول كان بين وهنا زومبي لاند وهنا بريف هارت قلب الشجاع هنا أركيد، يعني يقول هي جاي تلعبون بيها اللي تعرفون. أنا راح أقول لك كان بين بداية شايفين كان بين حلقة ولا بس يفتح كل الليفلات. نبدي ستارت مشين. أكرام من بروس شو تمان with نايف، يعني يقتل الرجال اللي حامل سكين. يقول hold your positions. مشين الرابع مستر أشتون از اوت اوف سيل باك باك فول اوف دراجز كلام، يعني يقول شايل له جنطة بالمخدرات positions.
هذا بعد يعدد مرة عند رهينة. Hold your positions. لازم كده. وصلت لليفل 7 هنا، لعبنا 6 ليفلات. ان شاء الله ألقاكم بحلقة جديدة من سنايبر شوتينج 2019.